الأهم من الصناعات دي إنها بتتعمل إن الناس تعرف إن هي موجودة. مجرد ما الناس بتعرف إن هي موجودة وبتبقى على درجة من الإتقان وعلى درجة من يعني زي ما بيقولوا إن الأسعار مناسبة، فبتبدأ يحصل رواج لاقتناء مثل هذه الصناعات. وده اللي أنا بعاوز أشير إليه، إن المتحدة ليها دور في إن الناس تعرف إن الصناعات دي موجودة وإن هي متعددة وإن هي متنوعة وأماكن الحصول عليها فين. وهكلمك بصراحة، يعني أنا في حاجات كانت مفاجأة ليا أنا كمان، يعني لما جيت بصيت أنا متأكد في حاجات حلوة وبأسعار كويسة جدا. طبعا أنت عارف حضرتك إن الدولة دلوقتي أصلا والدول كلها معتمدة على تنمية المشروعات متناهية الصغر. صحيح. المشروعات الصغيرة وإن الأسر تستطيع إن هي تعمل دخول إضافية من خلال حاجات بسيطة جدا، فدي طبعا حاجة ممتازة جدا، وإحنا بنشكر المتحدة إن هي الحقيقة قادرة تسلط الضوء على هذا القطاع المنسي. إحنا دي الحاجات اللي ضفناها السنة دي في المهرجان الحقيقة. إن شاء الله أنا يعني متفق مع الوزيرة مايا إنه إن شاء الله كل سنة مع بعض. لا رسالة مهمة جدا، يعني رسالة مهمة جدا. أنا شايف حاجات كده دقيقة جدا يعني. لا بالعكس، زي بقى يعني بص التفاصيل حلوة قوي، يعني دي صناعتنا احنا. طبعا صناعة مصرية، صناعة هند ايدينا، هند ميد، كله هند ميد. اظن ان بعد ما بنعمل مؤتمرات زي دي او فعاليات زي دي اتصور ان احنا بنحس ان حركة البيع عندنا بتزيد شوية، مش كده برضو؟ يعني التسويق والناس تبقى عارفة. طب انتم متاحين فين؟ احنا حاليا لسه ما فيش حاجة معينة موجودين فيها، دايما بننزل في المؤتمرات او المعارض فيها علاقة في المعارض. يا مسهل الحال. الحاجات دي ممكن اي حد يشتغلها وهو في البيت. طبعا مش كده برضو؟ أيوه. لا محتاج ورشه ولا محتاج حاجه. انا مدربه اولاد الصغيرين بيشتغلوا من عمر 7 سنين. وحضرتك تقدري تحاسبيهم على القطعه. ايوه طبعا. انت عارفه ان هو ده اصلا اساس المشروعات متناهيه الصغر. طبعا. ان انا بطلب منك قطعه او قطعتين او 10، وعلى قد ما بتديني على قد ما بحاسبك يعني. إقامة المعرض، فكرة الدعم الإعلامي والترويج الإعلامي للمعرض وما يتضمنه من ترويج لبعض المنتجات وما يتضمنه من تعريف بأنشطة بعض المؤسسات، ده الدور المجتمعي اللي بتعمله المتحدة. أنا طبعا أنا عارف أن الشركات عادة بتدور على الربح، لكن الحقيقة أن كل الشركات ليها دور مجتمعي لازم تقوم بيه، والدور المجتمعي ده هو في دعم بعض المؤسسات، في دعم بعض الأنشطة، وخصوصا هذا النوع من الأنشطة. يعني أنا سعيد باللي أنا شفته هنا. شكرا يا عمرو.